السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي جداد على القناة واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعاليق الزوينة اللي كتحطوا ليا. بسم الله غادي نبدا معكم. هنايا عندي صدر ديال الدجاج اللي هكا شرحته، درتو شرائح بحال هكا وخليته مجموع. غادي نجيب واحد الحامضه كنعصرها، كندير ليمونه حامضه كامله. هاد الحامضه البنات راه بلدي، ما فيهش واحد الحموضه بزاف وكيعطي واحد اللذه. دابا راه الحامض البلدي بدا كيتواجد في السوق. غادي نعصرها ونضيفها على هذاك الصدر ديال الدجاج. كنرقدو بحال هكا في الليمون الحامض وكنضيف عليه الزيت البلديه او زيت الزيتون، واحد 4 كاس بحال هكا ديال الزيت البلديه. عندي هنايا الثومه بودره، الا ما عندكمش الثومه بودره كديروا 2 فصوص ديال الثومه كتحكوهم. وعندي القزبر والمعدنوس ميبسين، وعندي البابريكا او التحميره او فلفله حلوه، وعندي هنايا سكينجبير، وعندي الفلفل الاسود او الابزار، وعندي الملح حسب الذوق. وكنخلط هذا الصدر بحال هكا، كنرقدو في التتبيله، كنخلط مزيان صافي. وغادي نحطو على جنب كنخليه هكا يترقد. هنا راه فيه الليمون الحامض، راه ما كنتعداوش فيه واحد 15 دقيقه، راه كيكون مرقد مزيان وشارب التتبيله. هنا عندي القرعه، عندي 2 حبات ديال القرعه، كيكونوا شويه قرعات كبار وكنقطعوهم بهذا الشكل. هاد الاكله راه كتجي لذيذه البنات، راه ما نقولش لكم كتجي رائعه، والصدر كيجي طيب صافي. كنقطعها بحال هكا مرصوات على شكل دائري. نوجدوا القرعه ديالنا كنحطوها على جنب صافي، كنحطوها على جنب بحال هكا. وغادي نجيبو واحد البول اللي كيدخل للفران، كندهنوا بشويه زيت البلديه او زيت الزيتون، وكندهن هكا الجوانب. كندير شويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون في هذا الاناء اللي كيدخل الفران، وكندهنو صافي. وكنحط فيه داك الصدر كامل بحال هكا، كنخليه هكا شرائح. صافي، وهاد التتبيله اللي بقات عندي غادي ندير فيها القرعه وكنتبلها مزيان. ما غادي نتبلها، كنحرك مزيان بحال هكا حتى كتشرب لينا هاد العطيريه بحال هكا، راه كتجي رائعه البنات. هاد القرعه كتجي روعه، وجربوها وردوا عليا في التعاليق. هنا بعد ما تبلتها غادي نجيب هنايا الاناء اللي درنا فيه الصدر، غادي ندورها هي القرعه، غادي نديرها في الجوانب بحال هكا. كنستفها على شكل دائري. هنا هاد الاكله بحال كنقدروا نديرو حتى الدجاج كنديروه بهاد التتبيله، واخا كاع ما يكونش عندنا صدر ويكون عندنا هكا الفخيضات او يكون عندنا جنيوحات او نقدروا نديروها بحال هكا كتجي زوينه. انا هنايا عندي الصدر، درت هاد الصدر وكندور عليه هكا القرعه. الكميه اللي بقات عنديك بحال هكا كنسوخرها وكنديرها في البلاصه اللي كتبان ليا خاويه، كنعمرها صافي. كتبقى عندي هاد التتبيله، كنضيف فيها واحد 4 كاس ديال الماء، راه كافي صافي. وكنضيفها من الفوق،
كنخليها فاش غادي طيب القرعه ويطيب الستر. وغادي نقطع واحد الفلفله، عندي فلفله حمراء، اي فلفله كاينه عندكم حتى هي كتواتى معاه كتجي لذيذه. صافي وكنستفها بحال هكا من الفوق ديال الستر. غادي نجيب واحد الورق ديال الزبده بحال هكا كنكمشو وكنفزكو بالماء، غادي نغطي به. بعد ما فزكتو في الماء وعصرتو كنغطي به بحال هكا. علاش كنفزكوه البنات؟ باش ما يقصحش في الفران ويتهز، يعني هنايا كيكون تاري بالماء كيبقى يشد ديك السخونيه. وكنغطي بحال هكا باللاطه، او الا عندنا البابي الومنيوم كنغطيو به. انا كندير اللاطه بحال هكا، كنزيدو نقتصدو على البابي الومنيوم، كاين اللاطات بحال هكا كنغطي بهم. عندي هنايا واحد الكيلو ديال البطاطا اللي غادي بحال هكا، غادي نديرو على شكل مربعات، عفوا الشكل مستطيل بحال هكا طويل، بحال اللي كنديرو الفريت ولكن هو غليظ. نتوما شفتوا حنا مغلطين السمك ديالها، لان هاد البطاطا راه اش غنقول لكم، هاد البطاطا كتكون هشيشه دغيا كطيب، هاد البطاطا الصغيره وكتكون لذيذه. راه عاود درتها لكم في الفيديو السابق اللي من قبل، درتها بشكل اخر. صافي وكنقطعها حتى كنكمل الكميه اللي عندنا. بعد ما نقيناها وغسلناها كنعاودو نغسلوها مازال مره اخرى، لان كيكون فيها نشا، كنحيد هاد الشوائب اللي كيكونوا فيها. بعد ما كنغسلها كنضيف عليها الماء مغلي غليان حتى كيطيب، وكنخليها بحال هكا واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق راه كافيين. صافي وغادي نصفيها. بعد ما كنصفيها كنكب على الماء بارد باش كيحيد داك النشا، وكتبرد كيتحبس الطياب ديالها. صافي هنا درنا الزيت، غادي نقليوها ما فيها باس مره مره بحال هكا، كنقليو هكا بطيطه لوليداتنا، غير الا بغينا بحال هكا مره مره نقليو نديرو هكا مقله صغيره. والزيت بعد ما كيبقى عندنا ما كنبقاوش نستعملوه، صافي كنديرو شويه ديال الزيت وكنديرو مقله صغيره كنقليو فيها القليه اللي عندنا موجوده، وكنحيدوه من بعد، لكن ما كنصحش بالقليان دائما. مره مره راه كيبغيو الوليدات هكا القليان، ولكن البطاطا فقط، يعني ما كنقليوش الحوت، ما كنقليوش بزاف ديال الحوايج. صافي هنايا راه شفتوا الزيت راه باقي نقي، وغادي ندير القليه الثانيه. كنستمر عليه بحال هكا حتى كنكمل القليان. صافي غادي نخرج اكله من الفران ديالنا. نتوما شفتوا راه طايبه، نوريكم بحال هكا الصدر ديال الدجاج كيتفتت، يعني طيب. كما شفتوا كيجي رائع البنات، وكيجي لذيذ، ما نقولش لكم وجربوه، ردوا عليا في التعاليق. كنزيد هنا شويه ديال الزيتون. كما شفتوا الفلفله حتى هي، والبطاطا حتى هي راه وجدناها. هنا غادي نحط معكم واحد الطبق، كما شفتوا راه طايب، راه كيف ما قلت لكم ما كي دغيا كيتفتت، ولكن هو كيجي لذيذ بحال هكا، وكيجي بهاد التتبيله كيجي لذيذ البنات، ما نقولش ليكم. وما تنساوش الى عجبكم فيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي جداد على القناه. ونقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.